بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي التلاميذ السلام عليكم. ما زلنا نواصل مع دائما مع الدرس الأول للأعداد الطبيعية والأعداد الناطقة. في هذا الفيديو الرابع بإذن الله راح نتعرف مع بعض على القواسم المشتركة لعددين طبيعيين. يقول التعريف: القواسم المشتركة لعددين طبيعيين A و B هي الأعداد الطبيعية غير المعدومة التي تقسم A و B في آن واحد. لنرى مع بعض مثال. إذن لو قلت لكم أعطوني مجموعة قواسم العدد 24، مجموعة قواسم العدد 24 هي، أكتبوها لي وشن هي. سعاد ستوها حبسوا وخدموا في المسودة. هي 1 2 3 4 6 8 12 و 24. صوتو هذه صح. الآن أعطوني مجموعة قواسم العدد 18. مجموعة قواسم العدد 18 هي صح شعار سطوح. هي 1 2 3 6 9 و 18 صح. الآن أعطوني مجموعة القواسم المشتركة للعددين. مجموعة القواسم المشتركة للعددين 24 و 18 صح. لاحظ كائن 1 1 صح، 2 2 3 3 6 6. إذن واش نكتب؟ مجموعة القواسم المشتركة للعددين 24 و 18 هي ماذا؟ هي 1 2 3 و 6 هكذا. هذا المثال الأول صح. زيدوا مثال آخر ما يمنعش هذا. نزيدوا مثال صح. نبحث عن القواسم المشتركة للعددين 60 و 100. القواسم المشتركة للعددين 60 و 100 صح. واش نطلب منكم؟ مسودة قلم. وقف الفيديو واجتهد، أعطيني مجموعة قواسم المشتركة للعددين 60 و 100 صح. إذن قواسم العدد 60، قواسم العدد 60 صح، هي واش؟ هي 1 2 لما سطوهاش عاود. 2 3 4 5 6 10 12 15 20 و 30 وأخيرا 60 صح. الآن أعطوني قواسم العدد 100. قواسم العدد 100 هي صح، هي 1 بعد 2 بعد 4 بعد 5 بعد 10 بعد 20 بعد 25 بعد 50
بعد 100 من 50 تجي المئة. إذن القواسم واش نكتبو؟ القواسم المشتركة، القواسم المشتركة للعددين 60 و 100 هي، ها صح شكون هي؟ لاحظ عندنا واحد واحد، اثنان اثنان، ومن بعد عندنا أربعة أربعة صح، ومن بعد خمسة. أعتذر عن هذا الصوت اللي راه يحدث خارج النافذة، تعرفوا الأولاد يلعبوا برا. إذا قلنا واش قلنا؟ خمسة خمسة، ومن بعد عندنا عشرة عشرة، ومن بعد عندنا عشرين عشرين صح. إذا نكتبو، إذا هي ماذا؟ هي واحد اثنان أربعة خمسة عشرة وأخيرا عشرين. هذه هي القواسم المشتركة. ونكمل الفيديو أعزائي التلاميذ بهذا التمرين رقم 15 الموجود في الكتاب المدرسي الجديد للجيل الثاني صفحة رقم 14. قال لك أن عدد طبيعي كيفي و دي قاسم مشترك للعددين أ و ب، حيث أ يساوي أن زائد 19. نكتبها هنا بتكون واضحة، أ أ يساوي أن زائد 19 و ب يساوي أن زائد 1 صح. أولا المطلوب منا حساب أ ناقص ب. ثانيا قال لك استعمل خواص قواعد الأعداد الطبيعية لتبين أن دي من قواسم 18. وثالثا مطلوب منك تعيين كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة للعددين أ وب. نبدأ بالسؤال الأول وهو حساب أ ناقص ب صح. إذا عندنا أ ناقص ب تساوي، نعوض أ بالقيمة تاعو اللي هي أن زائد 19 ناقص، نعوض ب بالقيمة تاعها، إذن لازم نديرها بين قوسين أن زائد 1. دائما الحاجة أي اللي تجي بعد الناقص نديروها بين قوسين، لأن الناقص يأثر على الإشارة اللي تكون داخل القوس. إذن أ ناقص ب تساوي أن زائد 19، نحي القوس ونبدل الإشارة تولي ناقص أن ناقص 1. لاحظوا أنه كي نحيت القوس بدلت الإشارة، ها بدلت الإشارة، أي الناقص في الزائد تعطينا ناقص والناقص في الزائد تعطينا نقص، لأنه هنا كاين زائد، ها صح. إذن لاحظوا أنه لدينا ان وناقص ان يروح، ان ناقص ان تروح، عندنا زائد 19 وناقص 1، اذن واش تعطينا؟ 18. اذن ا ناقص ب يساوي 18. هاي ثانيا قال لك استعمل خواص قواعد الاعداد الطبيعية لتبين ان دي من قواسم 18. اذن ثانيا تبيان أن دي من قواسم 18، تبيان أن دي من قواسم 18، كيف شرح ندير؟ صح. إذن واش قالوا لنا هنا؟ لاحظ هنا بالضبط، هنا قال لك دي قاسم مشترك للعددين أ و ب، دي قاسم مشترك للعددين أ و ب، يعني واش نقولوا؟ أي بما أن، بما أن دي قاسم مشترك للعددين أ و ب، ها صح،
مدى مقاسم مشترك للعددين أوك، يعني في الخاصية اللي شفناها في الفيديو السابق الفيديو الثالث، شفنا الخاصية الأولى وشفنا الخاصية الثانية، صح؟ إذن فإن دي يقسم ماذا؟ أ ناقص بي، دي يقسم أ ناقص بي، إذن مادام يقسم أ ناقص بي، إذن فهو من ماذا؟ من لأن لاحظ هنا واش درنا؟ هنا بالضبط واش حسبنا؟ حسبنا أ ناقص بي، صبناه يساوي 18. في الفيديو السابق واش كي درنا الخاصية الأولى والثانية؟ إذن واش قلنا؟ الخاصية الأولى قلنا باللي إذا قسم أن كل من أ و بي فإنه يقسم كل من أ زائد بي و أ ناقص بي، وهنا شفنا باللي أ ناقص بي هي 18، وهنا قالوا لنا بينوا باللي هذا الدي يقسم 18، وفي النص قالوا لنا باللي دي قاسم مشترك للعددين أ و بي. إذن مادام هذا الدي هو قاسم مشترك للعددين أ و بي حسب الخاصية الثانية اللي درناها في الفيديو السابق، إذن الدي يقسم الفرق تاعهم أ ناقص بي، والفرق تاعهم هو 18، يعني كي نقول دي يقسم أ ناقص بي نقدر نقول أنه دي يقسم 18، ومنه عفوا نسيت القلم الأزرق، ومنه نستنتج أن دي من قواسم العدد 18، صح؟ أخيرا واش قال لك؟ عين كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة للعددين أ و بي. إذن ثالثا تعيين القواسم المشتركة للعددين أ و بي. إذن حاجة سهلة، قواسم مشتركة لعددين أ و بي هي قواسم أ ناقص بي، أي هي قواسم العدد 18. إذن ما عليك إلا توجد قواسم العدد 18، هي شحال ستوها؟ هي 1، 2، 3، 6، 9، و18، وهكذا نكون أجبنا على هذا التمرين 15. أعزائي التلاميذ، إلى أن ألقاكم بإذن الله في الفيديو الخامس، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.